Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأخيه أن تبوأ لقومك
وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إسرائيل أنه لا إله
وأنا من المسلمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, qariah yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Puan Sofizah binti Musin berserta tuan rumah Malaysia. Wa hakadha ayyuhal haflul karim qad istama'na qabla qalilin ila tilawatil qari'ati sayyidah Sofizah binti Musin ala wa hiya al-musharikatu min ad-dawlatil mustadhifah Malaysia.